بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعت ليكم ومعدنا مع الحلقة الثالثة من قصة اللحظة الأخيرة اللي بستعرض فيها مشوار حياتي. وكنا وصلنا في الحلقة اللي فاتت للخبر اللي بلغه الدكتور فلان صديق والدي لما شافني، وقال ان ايه مصاب بشلل الاطفال. وكان المصطلح ده عند اهل الفترة ديت يشبه تماما كما لو كنت حد مثلا وصل له خبر ان انت عندك سرطان. ده بإيه؟ بلغة يعني إيه، أو بمفهوم مصطلحاتنا اللي ماشية الأيام دي. طبعا الخبر وقع كالصاعقة على والدي ووالدتي، لكن الدكتور اداهم أمل، قال لهم إن والله في دكتور في القاهرة هو صديقي ومتخصص في الحالات دي، فيا أنا هبعتكم جواب توصية لي، ومن بكرة الصبح تشدوا الرحال على القاهرة وتعرضوا ابنكم عليه وتشوفوا هيقول ايه. طبعا كانت ليلة ما يعلم بها الا ربنا. ما اعرفش انا والدتي ووالدي ناموا ازاي، ربما ما ناموش اصلا، لكن من الفجر خدوا بعضهم وطلعوا على القاهرة شايلين ابنهم. والدتي شايلاه على صدرها، والدي معاها، وساكتين ما بيتكلموش طول الطريق، إلا تمتمة فقط بدعوات خفية لله سبحانه وتعالى إنه يستر. الدكتور القاهري انتهى من توقيع الكشف على الطفل الممدد أمامه بلا حراك. بيحكي لي والدي، بيقول لي الشيء الغريب إن أنت يعني لما أصابك الدور ده كنت ساكت ما بتتكلمش، ومش زي اي طفل لما الدكتور يكشف عليه يصرخ ويرفص ويعمل دوشة، انت كنت متمدد على السرير ما بتتحركش، ومفتح عينك وساكت وبتنتظر، وكأنك بتنتظر القرار اللي هيقوله الطبيب. فتلاقت تصرفات الطفل مع تصرفات ابوه وامه. ابوه وامه ساكتين حاطين ايديهم على بقهم ومنتظرين اللحظة اللي الدكتور يعلن فيها قراره. كذلك الطفل الممدد بلا حراك بينظر ولا يتحرك وكأنه كان منتظر. هو أيضا الكلمة اللي تخرج من بق الدكتور كان تناغم عجيب يعني. وده طبعا تصوير فني مني أنا للي بيحصل، لكن لعله كان شيء حقيقي ونحن لا ندري. المهم الدكتور خلص الكشف وراح قعد على مكتبه، وعلى طريقة أفلام الستينات المصرية اللي الدكاترة بيصاروا فيها بشوات، وبصراحة وهم طول عمر الدكاترة في الحقيقة عبر التاريخ يعني بشوات في الاتيتيود بتاعهم. الدكتور قلع النظارة وبطريقة يعني ايه تشبه تصرفات الأطباء التقليدية في الأفلام، وقال لوالدي انت جيت متأخر أوي يا حاج سعيد، ابنك مصاب بحالة متقدمة من شلل الأطفال. طبعا وسكت شوية، والدي ووالدتهم يعني فتحهم برقوا عينيهم على الآخر منتظرين يكمل كلامه. قال لهم أنا في الحقيقة أول مرة أشوف حالة شلل الأطفال بهذه الطريقة، أنا مش مستبشر خير،
المرض جاي بصورة انتقائية. كان من المعروف إن الفيروس شلل الأطفال لما بيصيب كتلة عصبية بيسيب مجموعة خلايا متشابهة جنب بعض، فبتلاقي مثلا الإيه الرجلين يعني إيه شلل فيهم الاتنين مع بعض. إنما الشيء العجيب في الحالة بتاعت الطفل ده إن كان المرض بينقي العضلات اللي بياخدها، وكأنه كان معاه خريطة بيمشي بيها أو بيمشي عليها علشان ينقي عضلات معينة. فنجد إن بعض عضلات الطرف السفلي اللي لم يكن أكثرها اتأثرت، عضلات معينة في الدراع اتأثرت، عضلات الكتف، عضلات معينة في الجزع الناحية الشمال بس، الناحية اليمين اتأثرت، عضلة في كف الإيد اللي بتخليه يمسك الأشياء اتأثرت. فإيه المرض منقي؟ وبعدين عضلة في سمانة الرجل اليمين عضلة واحدة بس. فالطبيب استعجب قال يعني إيه ده، زي ما يكون خريطة وماشي بيها الفيروس ومنقي العضلات. لكن طبعا هو والدي ووالدتي لما سمعوا الكلام ده اتأثروا جدا. قالوا طب يعني انت شايف ايه يا دكتور؟ قال لهم والله انا هكتب لكم على علاج ضد الفيروسات اللي كان لازم الطفل ياخده من اليوم الاول لاصابته. كمفروض الطبيب اللي بيعالجه ان هو حالة شلل اطفال لحد ما يثبت شيء اخر، وكان يدي علاج للفيروسات على الاقل ان لم يكن الفيروس هيموت فكان هيتوقف عن النشاط اللي كان عامله ده، فكان كم الاصابات اللي هيصيبها كان يبقى اقل بكتير وتبقى الحالة مقبولة. انما كونه اتأخر، الفيروس اسبوعين اتنين سارح في الحبل الشوكي وقاعد يدمر في الخلايا ومفيش اي حاجة بتوقفه، فطبعا يعني ايه انا مش متفائل خير. لكن اذا الولد ده عاش لبكرة الصبح هتكملوا العلاج ده لمدة اسبوع وتجوني بعد اسبوع. قالوا له عاش لبكرة الصبح ليه يا دكتور؟ يعني انت ليه بتقول مش هيعيش؟ قال لهم اسمعهم انا اكلمكم بصراحة، المرض اصاب عضلة الكتف الشمال، وعضلة الكتف الشمال دي بتاخد تغذية عصبية من العصب العنقي الخامس اللي اسمه الأكزيلاري نيرف. هو مش عصب عنقي، هو عصب من الضفيرة الإبطية أو الضفيرة العضدية اللي موجودة في الإبط، فبياخد فيها من القطعة العنقية للحبل الشوكي القطعة الخامسة. قالوا لهم مش فاهمين الكلام ده. قال لهم القطعة الخامسة ديت كانت بتشترك مع القطعة الرابعة والتالتة في إصدار عصب بيغذي حاجة اسمها الحجاب الحاجز. فقالوا له إيه الحجاب الحاجز ده؟ قال لهم دي العضلة اللي الطفل الإنسان بيتنفس بيها، وكون الفيروس وصل للقطعة رقم خمسة من الحبل الشوكي اللي في منطقة العنق، القطعة العنقية الخامسة، يبقى احتمال كبير يوصل للقطعة الرابعة في ظل حالة الهيجان اللي الفيروس شغال بيها. ولو وصل للقطعة الرابعة دي الأساسية اللي بتدي للعصب اللي ايه الفرينك نيرف اللي هو بتاع الحجاب الحاجز، فالطفل ما عادش هيتنفس، هيتخنق وهيموت. ومن غير ما تزعلوا مني ده اللي انا متوقعه على بكرة الصبح، ان الطفل مش هيكمل. لكن قالوا له طب يعني سكتم، راح جاء الدكتور كمل كلامه وقال يا جماعة احنا محتاجين معجزة علشان الولد ده فقط يعيش.
وحتى لو عاش هيعيش بمشاكل كبيرة. الجيل الجديد لازم يعرف حاجة عن طبيعة الأب والأم. عمرك ما تجد أب أو أم بيتمنوا إن ابنهم أبدا يموت، حتى لو كانوا هيقعدوا بقية حياتهم تحت رجليه. على عكس الأبناء، لما بيشوفوا الأب أو الأم طول عليهم مرض الشيخوخة، ربما بيقولوا بينهم وبين نفسهم ربنا يريحه ويخلص من العذاب ده، وبيتمنوا له الموت كطريق للراحة. إلا الأب والأم عمرهم أبدا ما كانوا بيتمنوا لابنهم الموت. مشي الأب والأم من عيادة الدكتور اللي في القاهرة وروحهم ساكتين ما بيتكلموش. كانت اللغة اللي بيتحدثوا بيها أثناء الطريق هي لغة الدموع. هي بتطلب حاجة كانت دموعها تسبقها، ووالدي كانت الدموع متحجرة في عينيه. دخلوا البيت ما بيتكلموش. والدي ما راحش الشغل، فضل قاعد يفكر هيعمل ايه. اما والدتي فاللي وصلني انها كنت انا لسه في سخونية او الحرارة بترتفع وتنخفض، فشالتني على حجرها وقعدت تعمل لي كمادات طول الليل لحد الصبح. كمادات علشان السخونية تروح، وهي متوقعة ان انا يعني زي ما الدكتور قال ان مش هيطلع عليا النهار. فقالت بينها وبين نفسها على الاقل ان اخليه قبل ما يموت وهو مستريح. فاخدت جابت مية باردة وحطت قطعة قماشة وتبلها وتعمل كمادات علشان الحرارة تنخفض كنوع من التخفيف على الطفل اللي بيتعذب ده. وبقت طول الليل تغير الكمادات لحد ما الحرارة بدأت تنزل. فضلت مستمرة في الكمادات وهي قاعدة وابنها على حجرها وطبق المية الباردة جنبها لحد ما غلبها النوم وهي على الوضع ده. ابنها نام معاها بعد ما حرارته انخفضت، وصحيت الفجر، صحيت على صراخ شديد من الطفل ويحرك راسه يمين وشمال، وبدأت ايده اليمين تتحرك ورجله اليمين تتحرك وصوابع ايديه الشمال تتحرك، وقعد الطفل يهز راسه يمين وشمال ويصرخ. والدتي لما صحيت من النوم مفزوعة كأنها كانت بتحلم، الطفل بيصرخ ده بقاله أسبوع ما بينطقش، بيصرخ يا ترى ده ديت يعني طلوع الروح ولا يعني بيخف؟ طبعا الأمل اللي جالها إنه هيخف، وبدأ الطفل يستعيد الوعي بتاعه تدريجيا. الصراخ اللي الطفل كان بيصرخه لأنه كان جعان طبعا، بقاله يعني كذا يوم ما بياكلش أو ما بيرضعش بطريقة كويسة، ولا كان رافض الأكل رغم إنه كان 10 شهور، لكن قبلها كان وصلني الكلام اللي حكوه إن أنا كنت في سن 10 شهور بأكل لحمة. تخيلوا طفل 10 شهور يعني لسه سنتين ثلاثة اللي طالعين له وكان بياكل قطع لحمة. وقالوا لي كمان حاجة إن أنا كنت بأكل سبانخ. طبعا ده يعني كان إيه؟ ده كان تعبير عن الحالة الجسدية المتفوقة اللي كنت أنا بستمتع بيها. على كل حال استيقظ الطفل طبعا ده قبل المرض. بعد المرض 2 أسبوع
قاطع الأكل ودوبك على الرضاعة الخفيفة وبقيت هزيل، وفجأة حصلت المعجزة. كان أول علامات المعجزة ديت إن أنا بدأت أصرخ وأحرك إيديا ورجليا وراسي. طبعا مش رجلي الشمال كلها كانت بتتحرك، كانت أجزاء فيها أضمها بس ما أقدرش أفردها. رجلي اليمين كانت بتتحرك بعنف، دراعي اليمين بعنف، وبدأت إيه. فطبعا رغم إن اللي بيحصل ده كان مصدر قلق للأسرة، صريخ طبعا ودوشة الطفل عاملها، إلا إن كان إحساس الأم باستعادة الطفل لنشاطه وحيويته كان إحساس لا يقارن. الطفل أخذ الرضاعة بتاعته وبدأ يفوق وبدأ يحاول يلعب، لكن مزاجه كان لسه مقريف. المهم والدي الله يرحمه راح جاب الدواء وبدأ يعني يعطوني العلاج بتاعي لمدة أسبوع زي ما الدكتور طلب منه. يوم عن يوم الطفل كان بيتحسن، بس التحسن بقى مش يقوم يقعد زي الأول، لا لا لا، تحسن في الوعي والنشاط البسيط، تحريك العضلات كده يعني، إنما طبعا لا قادر يقوم، لا قادر يقعد، ولا قادر يحرك نفسه بالصورة اللي كان عليها قبل إصابته بالمرض. الحقيقة التقدم ده كان بالنسبة للأب والأم كان مصدر بشرى وتفاؤل هائل. انتهى الأسبوع وجه ميعاد إعادة الكشف، وراح والدي ووالدتي للدكتور، دخلوا عليه وكان أول كلمة قالوها له: يا دكتور حصلت المعجزة. وحطوا الطفل قدامه على سرير الكشف بانتظار ان الدكتور يقوم ويفحصه ويقرر ايه اللي هيعمله. والى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله.